احنا طبعا شفنا امبارح الافتتاح الضخم وعدد كبير من المشروعات، عايزين نعرفها من حضرتك اهم المشروعات اللي افتتحت في مدينه بدر وايه اللي بتمثلها للمدينه كمان وفق طبعا منظومه المدن الجديده. الحقيقه تكليل لجهود كبيره جدا تمت منذ سنه ونص في مشروع عملاق، هو مشروع سكن العاملين او موظفي العاصمه الاداريه اللي كانوا هينتقلوا للعاصمه الاداريه. الحقيقه المشروع مشروع ضخم جدا بيضم 376 عماره بواقع 9024 وحده سكنيه، مجتمع سكني متكامل في كافه الخدمات، في كافه الخدمات الترفيهيه، الخدمات التعليميه، الخدمات الصحيه. اللاندسكيب معمول على اعلى مستوى، والحقيقه فخامته تفقد، طار على رجله مشا على الاقدام وطار باتوبيس تفقد تقريبا المشروع كله، والحمد لله فخامته والساده الزوار اشادوا بجوده التشطيب وبجمال اللاندسكيب وبكميه الزراعات اللي موجوده في المشروع. وده احنا كان التحدي الاكبر بالنسبه لنا ان ازاي في الوقت القصير ده نعمل 9024 وحده في الوقت المحدد ليهم وبالكفاءة والجودة وطبقا للمواصفات الفنية المطلوبة. دي كانت معادلة صعبة جدا، بس احنا الحمد لله قدرنا نتغلب عليها. عملنا برامج زمنية مضغوطة للشركات، كان العمل ليل ونهار، ما كانش عندنا رفاهية الوقت عشان ناخد أجازات. عملنا 24 ساعة، كل الأجازات كنا بنشتغل فيها عشان يظهر المشروع بهذا الشكل اللي يليق بإمكانيات ومكانة الدولة المصرية. تمام. طيب باشمهندس عمار، لو تكلمنا برضو من فضلك عن المميزات الخاصة بالوحدات اللي تم تخصيصها لموظفي المدينة العاصمة الإدارية الجديدة واللي طبعا كانت افتتحت امبارح، فلو حضرتك تكلمنا عن خصائص هذه الوحدات. الحقيقة زي ما قلت المشروع 376 عمارة 9024 وحدة، العمارة عبارة عن 6 أدوار، الدور فيه 4 شقق، فيها أسانسير. الوحدة بقى 3 غرف وصالة، صالة كبيرة يمكن فرشاها بوحدتين أو 3، ولكن وحدتين احنا راعينا في الفرش ان يكون وحدتين عشان المساحات. 3 غرف وحمام ومطبخ، المساحات معقولة جدا. واحنا المساحات عبارة عن مساحات الوحدات عبارة عن 115 ل 118، واحنا اثرنا وورينا فخامته نموذج لفرش الوحده ال 118 ونموذج لفرش الوحده ال 115، وراعينا في الفرش استغلال كل سنتيمتر في الشقه عشان يكون نموذج لاي حد حابب يتعرف على فرش الشقه ازاي. مهندس عمار، عايز اسال حضرتك عن انعكاس النوع ده من المشروعات خصوصا في بدر وطبعا في العاصمه الاداريه، لانه في منهم هيكون بيعمل في العاصمه الاداريه، ومردوده على المواطن اولا اللي موجود في هذه الاماكن، وكمان على قطاع التنميه بشكل عام او قطاع البناء والتشييد بشكل عام في مصر. الحقيقه احنا لما جينا اخترنا موقع موظف العاصمة الإدارية اخترنا الموقع بعناية شديدة جدا بحيث يكون أقرب مكان للعاصمة الإدارية. يعني إحنا عندنا مدينة بدر مساحتها 18.5 كيلو، بتمتد تقريبا 10 كيلو على طريق مصر السويس. اخترنا أقرب مكان للعاصمة الإدارية زي ما تفضلت في المقدمة حضرتك وقلتي إن إحنا بنبعد 10 دقائق عن الحي السكني في العاصمة الإدارية. طبعا احنا يعني من حسن حظ مدينه بدر ان هي اقرب مدينه جديده للعاصمه الاداريه، وده انعكس ايجابيا على حركه التنميه وحركه العمران في مدينه بدر، ونسبه الاشغال زادت بطريقه ملحوظه جدا في الفتره الاخيره. وكان طبعا مشروع سكن موظفي العاصمه الاداريه ل 9024 وحده، دي كمرحله اولى على فكره. بالمناسبه احنا بنعمل المرحله الثانيه اللي هي 4704 وحده، كان مردوده كبير جدا على الساكن في مدينه بدر. بنحاول الحمد لله مدينه بدر اللي كانت في العقود السابقه مهمشه قليلا، الحمد لله بقى ليها وزن وليها ثقل دلوقتي وفيها تنميه عمرانيه كبيره جدا. ان شاء الله الساكن البدراوي حاسس بالموضوع ده بشكل كبير جدا.